مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، عدنا اليكم لمتابعه مراسم الجنازه، حيث يتم في هذه الاثناء تشييع الام وابنتها من آل الحموي. طبعا لا يمكننا الاقتراب اكثر نزولا عند رغبه يعني الاهالي، يعني منعونا من التصوير في البدايه، ولكن اصرينا على نقل الرساله ولو من مكان مبتعد قليلا نزولا عند رغبة أقرباء الضحايا. نود أن نشير إلى أن المتوفاة في هذه الأثناء هي حامل بتوأم، وإلى جانبها ابنتها التي قضت معها على ثورة الموت. الأم وابنتها في هذه الأثناء يتم تشييعهما في حالة يعني عارمة من الحزن. سنحاول الاقتراب أكثر، نريد أن نحترم الخصوصية، ولكن نود أيضا نقل الصورة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم في هذا النقل المباشر من مراسم تشييع ام وابنتها من آل الحموي. كانوا قد قضوا في ثورة الموت في عرض البحر. هنالك نود ان نشير ايضا الى ان هنالك ما زال العديد من العشرات المفقودين حتى هذه الساعة. طبعا يعني وهي الأم التي يتم دفنها في هذه الأثناء، بالإضافة إلى ابنتها بجوارها، هي أصلا حامل بتوأم، يعني فعليا وللأسف أربعة هم من يدفنون في هذه الأثناء فعليا. الآن تتم مراسم الدفن. طبعا كنا قد تحدثنا منذ قليل في اللايف السابق، في النقل المباشر السابق، مع نجل هذه السيدة المتوفاة، وكان قد تحدث لصوت بيروت انترناشونال وروى ما جرى معهما بالتفصيل. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، ما زلنا مستمرون معكم في هذا النقل المباشر من هنا من مقبرة الغرباء، حيث يتم في هذه الأثناء دفن الأم وابنتها من آل الحموي الذين قضوا في زورق الموت. كما نذكركم بأن يعني الأم هي التي يتم دفنها في هذه الأثناء، هي حامل بتوأم، بالإضافة إلى ابنتها التي تدفن في هذه الأثناء بجوارها. طبعا الزوج ما زال مفقودا، وبعض الإخوة وبعض أبناء هذه السيدة أيضا ما زالوا مفقودين.
هو أكثر شيء جاب عندنا مشاهد. مشاهدينا الكرام سنكتفي بهذا القدر. طبعا يعني مراسم الدفن انتهت الان، يعني تم دفن كما اشرنا منذ قليل ام وابنتها من آل الحموي. يعني سنتابع كل العمليات التي ستحصل، نتابع المفقودين والضحايا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. ابقوا معنا، كان معكم حسان فران، القاكم.